في ساحة الانتاج حيث وصلنا الى اشواط الانتاج، وابن زعيتر هو من استفتح بداية اشواط الانتاج ليشعل بارودة المنافسة والتحدي وقادة الراس من البداية حتى النهاية، بينما نحن نسير مع اشواط المهجنات الاصايل وتنطلق دفعة من الابكار مرة اخرى في تنافس مسافة الخمسة كيلومترات. بالتوفيق لكل الاخوة المنتجين في ظهور مطاياهم في أرضية الميدان بتحدي وإثارة، وأكيد بلا شك ومشكور صاحب الفكرة هنا التي طبقت من بدايتها في أرضية هذا الميدان. نسير إلى المركز الأول ونسير إلى مقدمة الشوط حيث يأتي بن دري ليقدم لنا نواصي حمد بن سالم بن دري الفلاحي على المركز الأول وتقديم أول الصور، بينما مواري تحتل المركز الثاني. سلطان بن راشد الدرعي يتواجد على ثاني المراكز في هذه اللحظات، المركز الثالث. من الجانب الآخر الشاهينية مهير بن سعيد بالعجيد الاكتبي يقدم لنا المركز الثالث، وبينما المركز الرابع وصلت الآن مسكته المبارك بن راشد بن محمد بن منينة يقدم مبارك بن راشد بن محمد بن منينة في المركز الرابع والمركز الخامس. وصلت الآن مشاهدينا إلزا الرايدة تحتل المركز الخامس، علي بن محمد بن قناص العامري يصل مشاهدينا الكرام لياخذ المركز الخامس والمركز السادس. المركز السادس يصل شعار بالراية ليقدم لنا مغازي وعامر بن راشد البريص المري الآن على سادس المراكز، بينما المركز السابع إعلان مطر بن راشد بن سويدان الاكتبي هنا يتقدم إلى المركز السابع. والمركز الثامن وصلت مياسة أحمد بن راشد بالأصلي الشامسي يتقدم مشاهد الاعزاء ويقدم لنا ثامن المراكز في هذه اللحظات. المركز التاسع وصلت شغف لعبد الله بن ثاني بالكديده الفلاسي، والمركز العاشر من الجانب الاخر هناك تسلل من قبل مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه محمود بن حبيب الرضا. هذه النتيجه، هذه الاسماء اللي وصلت وهذه الاسماء اللي حضرت في منافسات هذا الشوط وفي ملتقى هذا الاداء الجميل. نسير مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط والعودة إلى البداية، العودة إلى صدارة الشوط. الله يا البداية البداية، يتواجد هناك من قبل الرايدة، الرايدة هي من تقود هذا الشوط وهي القايدة لمنافسات التحدي، علي بن محمد بن قناص العامري الآن على المركز الأول وصدارة الشوط. الرايدة الرايدة، بينما نواصل من تحتل المركز الثاني وتأخذ بالنواصي وتأخذ بالأقدام والنواصي حيث سارت مشاهدي الأعزاء نواصي إلى المركز الثاني. هناك حمد بن سالم بن دري الفلاحي يتواجد على المركز الثاني، أما المركز الثالث فوصلت مواري سلطان بن راشد بن حمد الدرعي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية ومهير بن سعيد بالعجيد الاكتبي، لكن عودة إلى المركز الخامس. أشوف القادمة، أشوف القادمة إلى المركز الخامس. هذه المها 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 محمد بن سليم بن الدودة العامري وصلت الآن وخذت المركز الخامس. الله يا شواط المنتجين، بينما المركز السادس العنود وذياب بن غانم بن حمودة الظاهري يتقدم إلى المركز السادس، بينما المركز السابع المجموعة الأخرى وتتقدمهن صدمة سعيد بن سهيل بن درويش المزروعي في المركز السابع. المركز الثامن اسم جديد ينضم كذلك إلى المنافسات، والمركز التاسع هناك سلهودة صالح بن سالم بن حمد بن رميلة العامري، والمركز شغف لعبد الله بن ثاني بن كديدة تتواجد في المركز التاسع، بينما البريصي يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى 1200
بن على خط النهاية، وبن قناص، بن قناص يقتنص الصدارة، يقتنص الناموس مع الرايد الرايد. وللشوط الأول للمهجنات في أشواط الانتاج قايدة، لا زالت على المركز الأول في ملتقى هذا الشوط وفي ناموس هذا الشوط. علي بن محمد بن قناص العامري ضمن أشواط الانتاج. المركز الثاني يتواجد أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، يقدم نواصي، يقدم نواصي، انتزعت المركز الأول، تقدمت في المركز الثالث. أشوف المركز الثالث يتقدم بن منان مع خوف خوف، وصلت سعيد بن محمد بن منان، وصل الآن وخذ المركز الرابع أو المركز الثالث. بينما المركز الرابع المها محمد بن سليم بالدود العامري، ولكن بن دري، ولكن بن دري تقدم الأهالي زاخر. يا مشاهدينا الأعزاء، زاخر زاخر زاخر، التحية لأهالي زاخر. وانتاج المختبر نواصي، نواصي سلالة ناصي تتقدم إلى المركز الأول في صدارة الشوط. وحمد بن سالم بن دري الفلاحي، هذا الشبلو من ذاك الأسد، يتقدم إلى المركز الأول، حيث يسير مع عنوان المنافسات، وحيث يسير مع أبحاث المختبر، حيث يسير مع ناصي المختبر. هنا بن دري، حمد بن سالم بن دري الفلاحي، تحية لآلي زاخر، تحية لآلي زاخر فاخرة من صباح اليوم من ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أحمد بن سالم بن دري الفلاحي المركز الثاني، خوفة سعيد بن محمد بن منانة المركز الثالث، أيضا خوفة سعيد بن محمد بن منانة المركز الرابع الرايدة، ياتي علي بن محمد بن قناص العامري، والمركز الخامس عند المها وصلت لمحمد بن سليم بالدودة العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، والتوقيت الزمني لمجريات وناموس هذا الشوط. من تقدمت به نواصي لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس، مشاهدينا الكرام بسبع دقائق 44 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس حمد بن سالم بن دري الفلاحي. بينما الذي حلت وسارت في المركز الثاني في هذا التحسلل وفي هذا اللقاء الجميل والمميز، حيث كان ثاني المراكز هناك في تقدم وإثارة وتحدي، وناموس مميز حملت لنا هذه الأسماء وهذه التحديات. هنا خوفة محمد أو سعيد بن محمد بن منانة من حل مشاهدين الكرام في المركز الثاني بسبع دقائق 46 أو 44 ثانية وستة أجزاء من الثانية في المركز الثاني. كذلك خوفة حلت في المركز الثالث سبع دقائق 46 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. والمركز الثالث سبع دقائق 47 ثانية، ثمان أجزاء من الثانية. خوفة لسعيد بن محمد بن منانة هو من حل في ثالث المراكز.